بأفريقيا قد رأيت الحياة وبسمة حب ودمع سجام. وأعينهم تستدر الدموع وما بعد قول العيون كلام. أقف الآن على ساحل مومباسا، المراكب البحرية الموجودة هنا في ميناء مومباسا. مومباسا لها تاريخ كبير عند العرب خصوصا. لما؟ لأن مدينة مومباسا التي تعد اليوم من أشهر المدن الكينية تقع على المحيط الهندي، ولا شك أن هذا الموقع الاستراتيجي أكسبها بعدا تاريخيا وحضاريا واقتصاديا. كانت تأتيها التجارات الواسعة من البلاد العربية كالتمور على سبيل المثال، أو من الهند التوابل وغيرها، وكانت تصدر مومباسا أيضا التوابل وتصدر الأخشاب وتصدر التجارات الواسعة، فهي تعد مركزا مهما قديما من المراكز التجارية التي تستورد وتصدر البضائع أيضا. ما زالت مومباسا تحافظ على قوتها الاقتصادية، ما زالت مومباسا تحافظ على بعدها التاريخي. لما قدمنا مومباسا وجدت أشكال الناس توحي بأنهم عرب، والعرب هنا يشكلون نسبة كبيرة جدا منذ استقرارهم في مومباسا. طبعا استقرار العرب في مومباسا كاستقرار حقيقي بعد الإسلام، لكن كانت لهم وجود أيضا قبل الإسلام. دكتور إسماعيل حسن، وإحنا في كليفي في شرق كينيا قلنا لازم توكلنا جوز هند، فهو من كرمه وكرم الإخوة هنا أعدوا لنا جوز الهند وأعدوا لنا طاولة فيها شاي. قلت يا دكتور إسماعيل الآن الشاي في هالوقت ما يصلح، إحنا الآن رطوبة وتعبانين وحر، نبي شيء بارد، نبي عصير، نبي ماي. قال عندنا مثل هنا في السواحل يقول لا يصلح مع الحار إلا الحار، فالواحد اللي يشعر بالحرارة لابد حرارة. فقلت له هذا يذكرني بالشيخ محمد العبودي حفظه الله لما راح الهند ورآهم يدمنون أكل الفلفل. السبب في ذلك أنهم يقولون طبعا للفلفل عدة فوائد، منها يقتل الجراثيم وغيره، يقولون بلادنا الحارة لا يصلح معها إلا الحار. Bye.
هنا في شرق إفريقيا وفي مومباسا تحديداً، أحد الموانئ المهمة في كينيا، كان هناك نشاط كبير لليهود. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن، هل وجود اليهود في إفريقيا وفي كينيا تحديداً وجود قديم؟ وما هو دافع هذا الوجود؟ منذ سنة 1913 كانت هناك أطماع إنجليزية لبحث وطن لليهود، فبحثوا عن مكان مناسب لهجرات يهودية واستقرار فيها، فلم يجدوا مكانا أفضل لهم من كينيا وبعض الدول الإفريقية التي رشحت بعد ذلك كالسودان وأوغندا. لكن لما صارت الأحداث الفلسطينية بعد ذلك وصارت المعاهدات التي نعرفها بعد سقوط الدولة العثمانية، وجدوا أن فلسطين خير مكان يمكن أن يكون لليهود وجود فيه. ومع ذلك استمر وجود اليهود واستيطانهم هنا في كينيا. أقف الآن في ساحل مومباسا وفي مينائها تحديدا، الذي يشكل بعدا مهما لليهود وتحركاتهم وتغلغلاتهم في إفريقيا، حتى صاروا يمتلكون اليوم عصب التجارة في كينيا وفي شرق إفريقيا. زرت في كينيا سعادة السفير الكويتي في كينيا الأستاذ يعقوب يوسف السند، فألفيته مثالا للسفير العامل دينا وخلقا وأدبا وعقلا وهمة. ولسعادة السفير علاقة حميمة مع الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله، فقد كان لسميط بحكم عمله مكتب وسكن خاص داخل السفارة، لكنه لا يقيم فيه إلا أول وآخر ليلة، وما سوى ذلك فلا يهمه أين المقيل أو المبيت، فهو تبع لمشاريع الجمعية التي يدور كينيا من أولها إلى آخرها تفقدا لها. قبائل القريامة إحدى فروع قبيلة المجيجند الكبيرة التي تحتل مساحة واسعة من شرق كينيا، وهذه القبائل قبائل وثنية في الغالب. من أشهر القبائل في أفريقيا أيضا قبيلة الماساي، وتسكن في شرق إفريقيا في جهة كينيا وأوغندا وتنزانيا. وهذه القبيلة أيضا لها عادات غريبة جدا، تبدأ أولا بالمظهر الخارجي للشكل، فيبدأ من الرأس، هذا بالنسبة للرجل وللمرأة لابد أن تكون فتحة الأذن واسعة جدا، ولأن الرجل في قبيلة الماساي يرى نفسه أقوى من غيره، فتجد كثيرا منهم يتعرض للمعارك، دائما يحمل معه عصاته ويحمل معه أحيانا مثل الخنجر أو غيره، من أجل التعرض للوحوش الضارية المنتشرة في مناطقهم التي يسكنون فيها. البقر عند قبيلة الماساي معظم جدا، معظم يبدأ من كونهم يرون أنه منحة إلهية، فهم يعظمونه ويتكاثرون فيه، وكلما كثرت أبقار الرجل دل هذا على غناه. من غريب ما سمعته من سعادة السفير أن أول سفير للكويت في كينيا يعد يمنيا، إن صح أن يسمى سفيرا أو قائما بالأعمال. فقد زار الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى كينيا في زيارة خاصة في سنة 1962 من الميلاد، وكان هذا قبل استقلال كينيا من بريطانيا بأكثر من سنة، وطاف نواحي من كينيا. وفي أثناء هذه الزيارة تعرف الشيخ جابر رحمه الله على رجل اسمه محمد يحيى الوريث رحمه الله، وهو من أصول حضرمية، وقد أهدى الشيخ جابر رحمه الله أرضا مساحتها 8000 متر ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، لكن لما هجرت سنين طويلة صار عليها خلاف مع بعض التجار. وقد أهداه الشيخ جابر رحمه الله أرضا في منطقة الدسمة في الكويت. فلما استقلت كينيا في 12 ديسمبر في سنة 1963 من الميلاد، اقترح الشيخ جابر تعيين محمد يحيى الوريث سفيرا شرفيا، فاستمر في منصبه إلى أن تعين سعادة السفير أحمد عبد الوهاب النقيب قائما بالأعمال في سنة 1966 من الميلاد، ثم عين سعادة السفير محمد أحمد المشاري كأول سفير للكويت في سنة 1968 من الميلاد. ابن بطوطة رحمه الله تعالى زار مومباسا وتكلم عنها وعن أهلها، وركب مراكبها البحرية كما ركبنا، لكن أنا على يقين تام أنه لم يعتريه الخوف كما يعترينا الآن، لكن لزوم التصوير يعني.
فشاهد أن ابن بطوطة لما جاء إلى هنا وتكلم عن أهلها، ابن بطوطة يصف البلاد وصفا دقيقا، وصفها وصف تجاراتها وتكلم عن مذهبها، فقال أهل منباسة شافعية المذهب، ونساؤهم نساء ستر يلبسن اللباس التقليدي اللي يسمونه الآن في منباسة البوي بوي. البوي بوي هو اللباس الإسلامي الكامل. أنا رأيت هنا نساء كثيرات يلبسن مثل هذا اللباس، اللباس العباءة السوداء مع نقابها. اللغة السواحلية نسبة إلى ساحل شرق إفريقيا تعتبر من أشهر اللغات فيها، فيتكلم بها نحو 5 مليون نسمة، وتعتبر اللغة الرسمية في تنزانيا، واللغة الرسمية الثانية مع الإنجليزية في كينيا، ويتحدث فيها كثير في دول شرق إفريقيا، وتدرس في جامعات أمريكا وبريطانيا وفرنسا ومصر. وقد كانت حروف اللغة السواحلية تكتب بالعربية كالهندية والأوردو والعثمانية قبل تغير هذه اللغات من حروف عربية إلى حروف لاتينية. والسواحلية مثل هذه اللغات صارت تكتب بحروف لاتينية بعد الحروف العربية منذ استعمار بريطانيا لزنجبار في سنة 1962 من الميلاد، وفيها ما لا يقل عن 40% من المفردات العربية مع تغير بسيط فيها. أقف هنا في جيدي في شرق كينيا عند بعض الآثار العربية، وقبل أن أريكم بعض هذه الآثار، هذه الشجرة يقال لها شجرة الباو باب. هذه الشجرة العظيمة الضخمة للأفارقة اعتقاد فيها، يرون أن الجن يسكنونها، ولذلك يقدمون لها القرابين من دون الله، والإنسان لا يحق له أن يعبد إلا الله، ولا يجوز له أن يصرف شيئا من القرابين لغير الله. بالقرب من شجرة الباو باب توجد هنا مدينة أثرية. هل ترجع هذه المدينة الأثرية إلى وجود العرب القديم؟ فالعرب وجودهم قديم هنا في عهد مبكر من الإسلام، قد يصل إلى الدولة الأموية، أو يرجع تاريخ هذه المدينة إلى القرن 9 الهجري، تحديدا في سنة 802 من الهجرة كما هو موجود هنا؟ قد يكون كذلك، فبعض العرب ممن كان قد نزح إلى شرق إفريقيا إلى السواحل هنا لابد أنه أقام وسكن. يقولون بأن هذه المدينة ترجع إلى هذا التاريخ وليس إلى تاريخ مبكر، يعني إلى تاريخ 802 من الهجرة، تحديدا في سنة 1399 من الميلاد. فعمرت هذه المدينة، طبعا هي مدينة تقع بالقرب من المحيط، والمرشدون هنا يقولون بأن قربها من المحيط كان 2 كيلومتر فقط، لكن اليوم المحيط يبعد عنها أكثر من 20 كيلومتر. المدينة بأجزائها الكبيرة ما زالت موجودة، بدورها، بمساجدها، بآبارها، كما نرى هنا بئر ماء ارتوازي ينتفع منه أهل المدينة وينتفع منه أهل المسجد. يمر هذا الماء بصخور بين الصخور إلى هذا المكان، إلى هذه البركة التي يتوضؤون منها، فإذا توضؤوا منها خرج الماء مرة أخرى إلى مثل هذا البئر الصغير الذي يعود منه الماء مرة أخرى إلى هذا المكان. بأفريقيا قد رأيت الحياة، وبسمة حب ودمع سجام. وأعينهم تستدر الدموع، وما بعد قول العيون كلام.